مرحبا سعود. مرحبا صالح. شلون الحماس؟ عالي العال. جاهز البرنامج؟ جاهز. اعزائي مشاهدي تلفزيون الراي، اهلا وسهلا فيكم معنا في برنامج فريد وتميز، برنامج جي اف سي جلاديترز فايتنج تشامبيونشيب. اسمي صالح الشريف، الرئيس التنفيذي لمنظمه جي اف سي، ومعاكم سعود الكندري، مؤسس ونائب منظمه جي اف سي. برنامجنا هو برنامج رياضي مختص في الفنون القتاليه المختلطه. طبعا اكيد كثير من المشاهدين اول مره تمر عليهم مصطلح الفنون القتاليه المختلطه. من خلال هذه الحلقه راح نوضح لكم ما هو الفنون القتاليه المختلطه، بالاضافه راح نسلط الاضواء على بطولات منظمه جي اف سي بصوره عامه وعلى ابطال هذه المنظمه بصوره خاصه. طبعا سعود راح نشوف لقطات حماسيه من خلال النزالات اللي حصلت في جي اف سي 1 وجي اف سي 2، وراح نسلط الاضواء على اللي شاركوا في البطولتين خلال اعدادهم البدني واعدادهم الغذائي. طبعا سعود انا عندي موضوع جدا مهم يجب ان احذر عليه الجماهير، ان اللي تابعنا راح يشوف لقطات خطره تمارس من قبل محترفين تدربوا عليها لفترات طويله تحت اشراف محترفين، وبالتالي انصح الجميع وخصوصا الاطفال اللي تابعونا انهم ما يقلدوا هذه الحركات سواء في المدرسه او في البيت. صالح، ايش رايك نعرض لهم تقرير يوضح لهم ما هو القتال المفتوح؟ يلا اعزائي المشاهدين تابعوا معنا هذا التقرير. جي اف سي. الفنون القتالية المختلطة وهي مزيج بين الركل واللكم والطرح والتثبيت، وهي عبارة عن رياضة قتالية ذات اشتباك متكامل. ظهرت الفنون القتالية المختلطة في عام 648 قبل الميلاد في الألعاب الأولمبية اليونانية، وكانت خليط بين الملاكمة والمصارعة، وأطلق عليها اسم بانكريشن وتعني القوة الكاملة. وفي بداية القرن الماضي ظهرت رياضة قتالية تعرف بالفالي تودو، وهي كلمة برتغالية الأصل تعني كل شيء مسموح. إن تاريخ الفنون القتالية الحديثة يرجع إلى منافسات بين الأساليب المختلفة في أنحاء أوروبا واليابان والبلدان المطلة على المحيط الهادئ. وفي عام 1993 تأسست أول منظمة للفنون القتالية المختلفة، نظمت بهدف العثور على أكثر الفنون القتالية في الدفاع الأعزل عن النفس، حيث يقف متنافسين من مختلف الفنون القتالية مثل الملاكمة، الجودو، المصارعة، الكيك بوكسينج، الجوجيتسو إلى آخره من الألعاب القتالية في حلبة بحد أدنى من قوانين السلامة. ولاحقا تطور هذا الفن القتالي ليصبح أكثر حضارية من خلال سن قوانين صارمة تحفظ سلامة المتنافسين، وهي من أقل الألعاب القتالية خطورة. نفس ما شفت التقرير وضح لنا ما هو الفنون القتالية المختلطة من تاريخ وباختصار. طبعا هي تحديات بين لعبات قتالية مختلفة نشأت بالأساس للبحث عن أكثر لعبة قتالية فعالية في الدفاع عن النفس. خلينا أعرفكم على جي اف سي، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل صغير ونرجع نتابع معاكم، تابعونا. عودة معكم أعزائي المشاهدين مع برنامجكم جي اف سي. الآن نعرفكم على ما هي منظمة جي اف سي. منظمة جي اف سي هي أول منظمة كويتية من حيث المنشأ والتأسيس تتعهد إقامة نزالات القتال المفتوح بأسلوب عالمي واحترافي. فكرة تأسيس منظمة جي اف سي من عادل وأوان، مؤسس ورئيس هذه المنظمة، وكما وعد عادل الجمهور في البطولة الأولى أن الكويت ستصبح عاصمة الفنون القتالية المختلطة. طبعا الحمد لله الوعد هذا تحقق سعود، وشفنا ابطال من جميع انحاء العالم تتوافد الى الكويت للمشاركه في بطولات جي اف سي. بس خلينا اذكرك بشغل سعود، احنا اول ما اسسنا المنظمه كان عندنا خيارين. الخيار الاول انه نجيب مؤسسه او منظمه عالميه ونندرج تحتها وتكون هي المظله اللي عملنا يكون قائم تحتيها، وبالتالي راح تكون هويتنا ضايعه فيها. الخيار الثاني وهو الخيار الأصعب اللي كان يحتاج منا خطة عمل جدا مكثفة، أنه إحنا نبدع مؤسسة أو منظمة كويتية تراعي أعرافنا وتراعي تقاليدنا، وبالتالي تحقق أهدافنا اللي هي تسليط الأضواء على المقاتلين من الكويت. وكان من أهم أهدافنا أيضا تعديل على القوانين فيما يحفظ سلامة اللاعبين، لأن إحنا عندنا نمبر ون في عملنا هو سلامة اللاعبين وتحويل هذه اللعبة إلى رياضة. وطبعا صالح لو تذكر أول بطولة جي اف سي 1 كانت في أرض المعارض،
شهر 9 2012، وكان هناك العديد من المشاركات في ابطال كثير في جميع الفنون القتاليه المختلفه، الجودو، الكيك بوكسينج، الملاكمه. وكان الحدث الكبير ان الكليه وشاف الجمهور وشاف التجهيزات العالميه، فكانت ردة فعل الناس ان هل معقوله ان شباب كويتيين يسوون هذا الحدث العالمي؟ طبعا سعود فعلا كلامك صحيح، لان ردة الفعل كانت مو طبيعيه. الجمهور استغرب ان حدث بهذه الضخامه انه يصير على ارض الكويت. هذا شيء كان قنبله لجميع اللي يعرف في الفنون القتاليه في الكويت ان الحدث هذا يصير فيها. واكيد كانت طبعا النزالات قمه في الحماسيه، شفنا نزالات ناريه، شفنا نزالات تتميز بالاثاره والقوه. خليني ما احرق عليكم هذا التقرير، نشوف هذا التقرير سعود ونرجع مره ثانيه نتابع. صالح تذكر ايام جي اف سي 1 شلون كان شعورنا بالحماس بالتخوف؟ يعني كان شعور غريبه كلها داشه ببعض، ان كنا خايفين ان رده فعل الجمهور ان نسوي حدث نفس هذا في فنون قتاليه المختلطه بالكويت. طبعا سعود هذا تخوفنا كان شيء طبيعي، لانه هذا الحدث هو الخبره الاولى اللي بتصير في الكويت بهذا المستوى. طبعا واحنا كنا جدا نفس ما تفضلت كنا متخوفين. مرت علينا ايام صعبه حسينا فيها يمكن بالاحباط، وايام حسينا فيها بالتفاؤل. كنا انا وياك وعادل نتكلم يا ترى هل حيحضر جمهور، هل 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 راح يتقبل الجمهور هذا الحدث، وان شاء الله راح يعدي هذا الحدث على خير. والحمد لله عدى الحدث بأكثر وأروع مما كنا نخطط له، وبالتالي اجتنا طلبات من الجمهور لإقامة السرعة بإقامة بطولة جي اف سي 2. أذكر صالح موقف صار يوم كنا صار عندنا خلل هناك بالكهرباء بأرض المعارض، طلعت برا بشوف الجمهور ولا كان الدور وصل يمكن ألف وشوي، فصدق حسيت بالرهبة، حسيت أنه خلاص بس الموضوع صار. لو تذكر كنا نجهز ننطر هذا اليوم، ولما صار شفت الجمهور إحساس صالي إحساس بالخوف ونفس الوقت بالوناسة، أن كل هذا يا عشان بيشوف الجي اف سي. طبعا انا صار عندي قناعه ان عشاق الفنون القتاليه في الكويت اللي شاركونا هذا الشغف هم شريحه كبيره صراحه من الشباب اللي بتهتم في هذه الالعاب، تهتم في متابعتها، بتهتم في ممارستها، وبتهتم في انها تشوف حدث نفس هذا يصير في الكويت. طبعا كان التشجيع الاكثر من الابطال اللي قالوا احنا صار لنا فتره طويله بنمارس الفنون القتاليه، واليوم تحقق حلمنا انه نشوف هذه البطوله اللي نتمنى نشارك فيها في الخارج موجوده عندنا بالكويت وقاعد نشارك فيها. وحتى اللاعبين الابطال اللي احنا نسمع عنهم قاعدين يجون هني واحنا نتحداهم ونفوز عليهم زي ما صار في جي اف سي 1. وطبعا صالح الجمهور كان مو بس شباب، كان حتى على كل كان العوائل، الشياب، الحريم، البنات، كنا شفنا ردة فعل الجمهور كانت غريبة، يعني حتى ان بعد البطولة يقولون لنا يقولون نبي جي اف سي 2، نبي جي اف سي 2، اللي خلانا ان نبذل جهد اضعاف عشان نسوي لهم جي اف سي 2 بتجهيزات افضل وتكون مستويات اللاعبين افضل. طبعا سعود خلينا نعرف الناس على نظام منظمة جي اف سي علشان يدخلوا في المود معانا، ولكن هذا خلي يكون بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تابعونا بعد الفاصل، راح نعرفكم على جي اف سي اكثر واكثر، تابعونا. صالح ايش قاعد تسوي؟ صراحه انا عجبني تصميم الحزام. هذا حزام فئه المحاربين في منظمه جي اف سي، الحزام الابيض والحزام الاسود هو حزام فئه المحترفين. سعود كلمنا شلون هذا الحزام اللاعب يتملكه؟ طبعا يتملك الحزام لازم يفوز بثلاث بطولات متتاليه او اربع بطولات متفرقه. طبعا هو اذا فاز بالبطوله راح يحافظ على الحزام، يحتاج انه يفوز بعدها ببطولتين متتاليتين عشان يحتفظ فيه، او اربع بطولات متفرقه. طبعا في ظل نظام المنظمه راح نعرف من خلال الحلقات القادمه اذا كان في حدا على طريقه لتملك الحزام. طبعا سعود احنا عندنا نظامين او فئتين، هي فئه المحاربين وفئه المحترفين. فئه المحاربين هي الفئه اللي تتبع اليونيفايد رولز
اللي تابعة للأسوشيت أوف بوكسينج كوميشن بما عدا الضرب بالكوع على الوجه في الوضعية الأرضية. أما فئة المحترفين وهي الفئة اللي فيها قوانين احنا عدلنا فيها قوانين السلامة بما يتناسب مع اللاعبين، يعني ما فيها جراوند اند باوند أو ضرب على الوجه في الوضعية الأرضية. طبعا عندنا 12 وزن، طبعا تبدأ من الأوزان الخفيفة إلى توصل الأوزان الثقيلة وما فوق الثقيلة. في جي اف سي 1 كان عندنا 6 نزالات صالح لو تذكر، وكان أول نزال بين حسام خشوع وأحمد غضباني. ريت صالح تعرفنا عن هذا النزال. طبعا حسام قشوع هو بطل في الام ام اي، احمد قضماني بطل متخصص في الجوجيتسو البرازيليه. انتهى هذا النزال بحركه كسر المفصل الكوع اللي هي تسمى ارمبار من قبل البطل احمد قضماني في الجوله الاولى. النزال الثاني كان لوزن تحت 80 كيلوغرام بين البطل احمد حياتي والبطل الالماني ماركو وولف. طبعا احمد حياتي ركزوا معانا مع هذا الاسم، راح يتكرر ويانا وايد خصوصا في جي اف سي 2. طبعا احمد حياتي هو لاعب متخصص في الجوجيتسو البرازيليه، ولكن عنده اللكمات خصوصا عنده لكمه يمينيه، يعني ما شاء الله لكمه وايد ثقيله، واستطاع ان ينهي الجوله النزال في الجوله الاولى لصالحه على اللاعب الالماني. النزال الثالث سعود كان في وزن تحت 87 كيلوغرام بين اللاعب نواف العتيبي ايضا متخصص في الجوجيتسو البرازيليه مع اللاعب الامريكي اللي انهاها أهم في حركة كسر الكوع الأرمبار في الجولة الأولى. نزال الرابع بس دقيقة، لو لاحظتوا معانا كل كويتي لاعب ما محترف أمريكي ترى فاز، يعني عيالنا بدعوا بهالبطولة. صحيح، هي كانت ليلة سقوط الأمريكان. عموما النزال الرابع كان بين هو أسرع نزال في تاريخ الجي اف سي لحتى الآن بين البطل ناصر القطان المتخصص في الجوجيتسو البرازيلية على متحدين الأمريكي. صراحة أنا هذا النزال كان من أغرب النزالات اللي أنا شفتها في حياتي. طبعاً ما صفر الحكم ناصر القطان، أنا كنت قاعد تحت على التعليق بس شفت ضرب فرونت كيك، بعدين بعد الفرونت كيك لكمة اللاعب الثاني شفته قاعد على الأرض، الحكم وقف المباراة. وهذا كان من أحلى النزالات اللي كان خفيف على القلب، يعني عارف النزال لما يكون زي ما بقول مهضوم، هذا النزال كان مهضوم. أنا لاحظت بهالنزال إنه ما مدى ناصر القطان يفسخ اللبس الكاراتيه ماله، نزل تحت رد لبسه، يعني بسرعه كان سرعه جدا جدا سريع النزال هذا. اي ما شاء الله. النزال الخامس وهذا كان من النزالات المهمه ولكن ما تم للاسف، هو كان بين مفروض يكون بين عبد الرحمن رمضان الملقب تايسون العرب والبطل الامريكي ايدي ثوماس، لانه عبد الرحمن ما حضر البطوله بسبب ظرف طارئ حدث له، وبالتالي تحول الحزام الى البطل ايدي ثوماس واعلناه فايز بانسحاب الخصم. عموما هم رجعوا تحدوا بعض، شفنا النتيجه الفعليه ولكن راح نشوفها معاكم في جي اف سي 2. النزال السادس والاخير وهذا كان المين ايفنت، وهذا كان اهم، هذا كان حديث شارع الفنون القتاليه في الكويت اللي صار بين احمد ابراهيم الملقب بالشهاب وهو بطل العالم في الكونفو والكيك بوكسينج، لعب ضد ريالبي متخصص في الجوجيتسو واول مدرب في الشرق الاوسط وبطل عالمي. طبعا المباراه كانت مميزه جدا جدا، ان شدت انتباه كل من تابع المباراه وحتى من تابعها حاول يتابعها عن طريق اليوتيوب. طبعا اعرفكم اكثر على احمد ابراهيم، هو بطل لاعب اكثر من 69 نزال احتراف، فاز منها 34 نزال بالضربة القاضية. ري إلبي هو يعد من أقوى مدربين الشرق الأوسط وحزام أسود في الجوجيتسو البرازيلية، وأيضا شارك في الألتيميت فايتر سيزن 9. النزال كان جدا حماسي، أحمد كان مركز بالسترايك، ري إلبي كان بحاول يأخذ أحمد للأرض، لم يستطيع ري إلبي، انتهت المباراة بالجولة الثالثة بقرار من الحكام بفوز أحمد إبراهيم وتتويجه أول محارب في المنظمة. طبعا هذه كانت نزالات غاية في الحماس والإثارة في جي اف سي 1، بعدين بدأنا نحضر لجي اف سي 2. راح أعمل لكم تقرير تشويقي يوريكم ليش راح نعرضه في الحلقات القادمة عن جي اف سي 2، راح أوريكم تقرير بسيط عن الميزان، راح تشوفوا فيه لقطات عن اللاعبين. شوف التقرير سعود، يلا شوف التقرير. هذا التقرير. ما شاء الله اليوم كان